سيدي بديو حاجة هم يعني يحضرون معنا يزوجون وجودهم ويحتفون بكتاب الأستاذ هشام الحداد. هذه هي الرواية الأولى ولعلها ليست الأخيرة، لعلها نقطة بداية. باسمكم أيها الحضور الدواب والمثقف الفنان العرائشي أرحب بالأساتذة الكرام وشكرا لكم. أيها الأعزاء، هذا اليوم في تنشيط هذا العصر الدهيج، لأنني في البدء في حفل تقديم نتاج أدبي وفكري وتربوي للأستاذ الأخ توأم الروح السيد هشام الحداد، ثم لأن كالشهداء السقراطي أبصموا على معانيه بالعشرة وحسني أن الكاتب أيضا. ثم من ناحية أخرى، من ناحية الحضور من الأكاديميين والمبدعين وكلهم أصدقاء وأصحاب وأصحاب تأليف يشرفون المدينة أيام التشريف، ثم سعيد بأن أقبل بوجهي على هذا الحضور المشع إلي بالمحبة، فأنا سعيد أن أواجه هذه القلوب وهذه الوجوه بهذا الصفاء وهذا الإقبال. لا أطيل ونمر إلى أولى القراءات. سباته ليرحل من أبغاله ويتوغل بنا في مخاض الاعتراف بالجهل بمعنى الحياة. التقينا ثم تفرقنا.